مخلص الشوشان يلعب كرة القروي، وليد القروي يربح المخالفة، تنفذ بسرعة داخل منطقة الجزاء، خطيرة، تسديدة، جول. الهدف الأول للنجم، النجم يسجل أول أهداف المباراة، يكسر التعادل ويكسر صيام جولتين. أول أهداف لطوال في البطولة عن طريق وليد القروي في الدقيقة 4 من عمر المباراة. تتغير المعطيات في استاد سوسة بأول أهداف لطوال في الشباك اتحاد تطاوين. النجم يضرب بقوة لا وجود لفترة جاس نبض، يدخل مباشرة في صلب الموضوع، والجماهير تتفاعل، الجماهير تتفاعل مع تقدم لطوال. هذه الإعادة مشاهدينا الكرام، ضربة المخالفة تنفذ بسرعة داخل منطقة الجزاء، الاستلام والتسديد وأول أهداف المباراة عن طريق وليد القروي. بعد تنفيذ سريع من جانب أسامة عبيد، استلام ممتاز والتسديد في شباك الحارس حسام العربي. 1-0 للأصحاب الأرض والجمهور في استاد سوسة. يحضر كرة لراقي العواني، راقي العواني، التوزيع داخل منطقة الجزاء، وجول، جول في منتهى الروعة وازدواجية، تضيف الثاني للنجم، هدفان مقابل صفر بعد مرور 6 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام، النجم يضيف الثاني في شباك اتحاد تطاوين. شوف الإعادة، الاستلام الراقي، راقي العواني، الكروس ممتاز والازدواجية، والكرة في شباك الحارس، الازدواجية تستقر في شباك العربي. شوف الكرة ووليد القروي، وليد القروي يسجل ثنائية، هدفان مقابل صفر. عمل هجومي ممتاز من القروي في الازدواجية ويسجل الثاني لمصلحة لطوال. تتغير المعطيات في استاد سوسة.